انا راه حشومه وعيب وعار الانسان يدخل عندك داير واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم تعبئه باغي يتصنت ليك ويستافد منك، انه ملي يدخل يلقاك ناشر واحد الخبر لانه ديال الدعم الثالث. مازال ما شناش شي حاجه اللي كتبت هذا الشيء من جهه المسؤوله. المهم الله يجازيكم بخير، شوروا على عباد الله انه كاين واحد البوفري مسكين داخل ب 5 دراهم ديال الكوريكسي ولا 10 دراهم كيتفرج فيك باغيك تعطيه واحد المعلومه اللي زوينه بزاف. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله هو الموضوع على الدفعه الثالثه للدعم. بزاف ديال الناس كنلقاهم كيهضروا على هذا الموضوع، هذا بزاف ديال الناس كيهضروا عليه، هذا الشيء راه مازال ما عرفناش الحقيقه ديالو. يعني كنتمنوا هاد الناس هادو ينقصوا شويه من الفخرات، يعني مازال ما شفنا حتى شي حاجه، مازال ما شفنا والو، غير كنشوفوا ناس كيهضروا على هاد الشيء ديال الدفعه الثالثه. يعني صراحه اللي راه ساهله دير فيديو على الدفعه الثالثه هذه، يعني خاص بنادم يتاكد من الخبر، يتاكد من شي حاجه تكون واحد المصداقيه. بنادم ماشي غي عنده الغرض يدير فيديو وطق من هنا السلام عليكم راه الدفعه الثالثه او الدفعه. حنا مازال ما شفنا والو، ما شفنا حتى شي حاجه اللي واش الدفعه الثالثه ولا الدفعه الرابعه ولا الدفعه الدفعه الاولى والثانيه، هادشي اللي شتنا يعني شي حاجه اخرى. راه مازال ما بان حتى شي حاجه اللي هي يعني عندها واحد المصداقيه وعندها واحد شي حاجه اللي صادقه بانت لينا. ما كاينش شي حاجه الدفعه الثالثه انتظروا سوف تكون الدفعه الثالثه، اولا راه الدفعه الثالثه راه كاينه راه غادا تكون. حنا مازال ما شفنا حتى شي حاجه ونقصوا علينا من الفخرات. الله يجازيكم بخير. ما كاين حتى شي حاجه، دابا خاصنا نتاكدوا من الخبر حتى نشوفوا شي حاجه اللي هي يعني موثوق فيها وخرجات بها الدوله راه كاينه الدفعه الثالثه. شي كيقول لك نهار 11، شي كيقول لك نهار 15، شي كيقول لك هادشي راه ما كاينش، هادشي راه مازال ما شفنا حنا والو، مازال ما شفنا حتى شي حاجه، مازال ما شفناش اللي الجهات المعنيه بهذا الامر هذا، مازال ما شفناش شي فيديو تلاح على هادشي هذا، مازال ما شفناش شي فيديو تلاح على هادشي هذا. الدفعه الثالثه، الدفعه هذه، الدفعه يعني انسان تيوضح الامور مزيان باش يوصل للناس واحد الرساله اللي هي بكل مصداقيه وبكل شفافيه. ما يبقاش بنادم يكذب على عباد الله، لان هادشي راه كذوب وهادشي راه حرام. يعني يبقى بنادم يكذب على عباد الله، حشومه الانسان يجي يتفرج فيك ويبقى متبعك، وهادي ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حشومه كاع. واحد الانسان اللي كيتفرج فيك جاي باغي يتفرج فيك، باغي يشوفك، يعني باغي يتاكد من الخبر، كيلقى داك الشيء تخربيق. يعني خاص الانسان يكون عنده واحد الدليل قاطع جدا، واحد الدليل اللي هو قاطع. ما يجيش بنادم يبقى يزرب على بنادم ويبقى يقول ليه هاش كاين هاشنو كاين هاشنو كاين هاشنو، هي الله يسهل عليك. ولكن الانسان خاصو يتاكد من الخبر ويحط النقاط على الحروف، عادي يجي يوري البنادم راه حشومه وعيب وعار ندير نقول هادي الدعم كذا راه كاين، راه تسناو شويه راه كاينه. يعني مازال ما شناش الجهات المسؤوله، مازال ما شنا والو، مازال ما شفنا حتى شي حاجه اللي كتبين لينا بانها راه كاين. يعني الناس راه غيتوصلوا بالميساج الثالث او الكود الثالث باش يشدوا الدعم. هادشي مازال ما شفنا والو. يعني خاص الانسان يكون عنده مصداقيه ويكون عنده واحد الروح المواطنه. راه حشومه الانسان جاي داخل مسكين عندك، جاي تيتصنت ليك، وربما يقدر يكون خاسر واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم دايره ديال التعبئه وجاي وكيتصنت ليك باش يستافد. راه خاص بنادم راه خاصو
يكون واحد المصداقيه وتكون واحد الشفافيه ويكون واحد الوضوح. يعني هادشي اللي كاين الاخوان. المهم تحياتي لكم جميعا، نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، شكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب. دائما مع اخوكم علي المسعودي، وما تنساوش هالفيديو هنا وهالفيديو هنا وهالقناة هنا، كليكي هنا. تحياتي لكم جميعا.